بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. الحج في القرآن. الدرس الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات الكرام حجاج بيت الله الحرام إلى هذه الحلقة الثانية من برنامجكم الحج في القرآن الذي نشرف وإياكم فيه بأن نتفيأ ظلال آيات الكتاب العزيز التي جاءت على ذكر الحج في القرآن ليجلي ضيفنا الكريم حفظه الله معانيها وأحكامها وأسرارها. مرحبين في مطلع هذه الحلقة الثانية من هذا البرنامج بضيف البرنامج ومضيفه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. أهلا وسهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لما جاء إبراهيم بابنه إسماعيل وهو صغير وأمه هاجر ووضعهما عند مكان البيت، ثم لما كبر إسماعيل عليه السلام وأدرك، جاء أبوه مرة ثانية زائرا ومطلعا على ذريته، فأمره الله ببناء البيت هو وإسماعيل، فامتثل أمر ربه والله أراه مكان البيت فأقام القواعد الأساسات. القواعد هي الأساسات على حدود البيت، حدده الله له تحديدا دقيقا بحيث لم يزد ولم ينقص من أساساته وقواعده. فلما أقام البيت وبناه هو وإسماعيل، تم بناؤه، وجاءت العرب وسكنوا عندهم واستوطنوا لما ظهر الماء لإسماعيل عليه السلام في بئر زمزم، اجتمعت القبيلة جرهم حولهم، تزوج منهم إسماعيل، وعند ذلك صارت بلد. لهذا دعا إبراهيم لها. في الأول قال رب اجعل هذا البلد آمنا، يعني هذا هو الدعاء الأول، رب اجعل هذا بلدا آمنا، هذا في الأول قبل أن يكون بلد، فدعا له الله أن يكون بلدا فتكون بلد. ثم قال في الآية الأخرى رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فدعا مرتين، مرة قبل بناء البيت ومرة بعدما انبنى وتجمعت حوله القبائل وصار بلدا. ففي كلا الحالتين يطلب الله له الأمن والرزق. رب اجعل هذا بلدا آمنا، شوف بدأ بالأمن لأن الأمن هو المهم، ثم الرزق، فلا ينفع الرزق أو لا يهنأ بالرزق بدون أمن، والأمن ما يكفي، لا بد من الرزق. فدعا بالأمرين، رب اجعل هذا بلدا آمنا، ثم قال وارزق أهله. لما دعا بالأمن دعا بالرزق، ما يدل على أهمية الأمن والاستقرار. وارزق أهله من الثمرات، من غير تحديد، من الثمرات التي يريدها الله سبحانه وتعالى وفيها كفاية للناس. وارزق أهله من الثمرات. ثم قال من آمن منهم بالله واليوم الآخر، خص المؤمنين، طلب لهم الرزق. الله جل وعلا قال لا، وأنا أرزق أيضا الكفار، لأن العباد كلهم رزقهم على الله، مؤمنهم وكافرهم تكفل الله برزقهم فيرزقهم في الدنيا. قال ومن كفر فأمتعه قليلا، يعني في الدنيا. فالمؤمنون والكفار رزقهم على الله والله يتكفل برزقه، لكن الكافر في الدنيا، وأما المؤمن فهو يرزقه في الدنيا والآخرة، فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد الأساسات من البيت
ارتفع الآن البناء وتبين، صار يحتاج إلى صعود، فالله أحضر له الصخرة التي يقوم عليها، صخرة المقام ترتفع به وتنزل ويبني عليه الصلاة والسلام. وإذ يرفع إبراهيم القواعد، إبراهيم يبني وإسماعيل يناوله الحجارة، وإسماعيل ربنا يدعوان، شوف يعملان ويدعوان، دائما يدعو عليه الصلاة والسلام، ربنا تقبل منا هذا العمل، اجعل هذا العمل وهذا البناء عملا صالحا تقبله منا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع لدعائنا العليم بنياتنا ومقاصدنا. ربنا إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك، يعني مخلصين لك في العبادة. فالإسلام هو الإخلاص لله عز وجل والانقياد له بالطاعة. ومن ذريتنا، هذا فيه أن المسلم يدعو لنفسه ولذريته، ما يقتصر على نفسه. ومن ذريتنا، أي واجعل من ذريتنا أمة مسلمة، جماعة مسلمة، مسلمة لك، موحدة. ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا ووضحها لنا، لأن العبادات توقيفية، لا بد أن يبينها الله لعباده، ولا يأتون بالعبادات من أهوائهم أو من استحساناتهم أو مما يخطه لهم غيرهم، لا بد أن تكون العبادات مبنية على النص مما أنزل الله عز وجل. أرنا مناسكنا وتوب علينا، لأن الإنسان عرضة للتقصير فيطلب من الله التوبة. فإذا كان إبراهيم وإسماعيل يطلبان من الله التوبة فنحن أولى بهذا، لأن تقصيرنا أكثر. إنك أنت التواب الرحيم، توسل إلى الله باسميه التواب والرحيم، هذا من التوسل بأسماء الله وصفاته. الله جل وعلا قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، لأن هذا سبب للإجابة. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ثم دعوى للذرية التي تأتي من بعدهم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، يعني من جنسهم ومن بينهم، لا يكون أجنبيا لا يعرفونه، بل يكون منهم. وابعث فيهم، أي من العرب، رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فتحققت هذه الدعوة في محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله بعثه من ذرية إسماعيل عليه السلام، وكان الأنبياء من قبله يبعثون من ذرية إسحاق، فمحمد من ذرية إسماعيل وهو من العرب. وابعث فيهم رسولا منهم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم، أنا دعوة أبي إبراهيم. فالله استجاب له وبعث هذا النبي الكريم من العرب وفي ذرية إسماعيل وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وعلمهم الكتاب وعلمهم السنة والحكمة، فهذا فضل الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. بركة دعوة إبراهيم الخليل عليه السلام لمكة المكرمة بوجود الأمن فيها والرزق فيها امتدت على مدى الدهور والعصور وكر الأيام، ولم يعني يكون من كان في مكة لا يفقد أمنه ولا يفقد رزقه. هل من مثل هذا أو هذا المعنى لتحققه في مكة مشروع للمؤمن الإقامة فيها والسعي في سبيل ذلك طلبا للرزق والأمن؟ لا شك أن سكن مكة للعبادة والطاعة أنه مطلوب، والصلاة في المسجد الحرام خير من 100,000 صلاة فيما سواه، والحسنات مضاعفة، وعلى العكس السيئات في الحرم مغلظة والعياذ بالله. فيجب على من كان يسكن في مكة أن يخلص العبادة لله، وأن يعمل بسنة الرسول، ويترك الشرك ويترك البدع ويترك الاعتداء على الناس، لأنه في مكان تغلظ فيه السيئات، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم.
فيعرف للحرم حقه، فمن سكن فيه فليحسب لذلك حسابه، بأن يكثر من الحسنات وأن يتوب من السيئات يتجنبها ويبتعد عنها، لا سيما الشرك والبدع. نعم، أحسن الله إليكم. ولاحظ أنهم عليهم الصلاة والسلام دعوا بثلاث دعوات، دعوا بالأمن، ثم بالرزق، ثم ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، من أجل أن يبين لهم عبادة الله وكيف يعبدون الله ويتبعونه، فتحققت هذه الدعوات الثلاث كلها والحمد لله، فصار الحرم آمنا ولا يزال آمنا ولله الحمد، وصار الرزق دارا على أهله، وهو ليس في بلد زراعة ولا، لكن تأتيه الأرزاق من كل مكان تيسير الله سبحانه وتعالى، وبعث الله فيه هذا الرسول خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، فتمت النعمة على أهل الحرم. نعم، أحسن الله إليكم. لعلنا نختم أحسن الله إليكم بملحظ مهم اشتملت عليه الآيات، لما أمر الله تعالى الخليل إبراهيم وابنه إسماعيل وهما نبيان كريمان في عمل من أجل الأعمال، مع ذلك سأل الله تعالى أن يتقبل منهم. نعم، بلا شك أن الإنسان يعمل العمل ويخاف، يعمل العمل ويخاف أن يرد عليه عمله، لأن الله جل وعلا قال إنما يتقبل الله من المتقين، فالإنسان يعمل العمل ولكن لا يتكل عليه على عمله، لأنه ربما يرد، ربما يكون غير صحيح، فيسأل الله العفو. أيضا ربما أنه يقصر في عبادة الله فيسأل الله العفو ويعتبر نفسه مقصرا في حق الله سبحانه وتعالى. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، فالإنسان يعتبر نفسه مقصرا مهما بلغ، ولو بلغ عمل الخليل عليه الصلاة والسلام وابنه إسماعيل ومحمد صلى الله عليه وسلم، يعتبر نفسه مقصرا، لأنه قد لا يحسن الاقتداء بالأنبياء أيضا. نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ، شكرا لكم مشاركتنا في هذه الحلقة، شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات أيضا المشاهدون والمشاهدات على متابعة هذه الحلقة من برنامجكم الحج في القرآن، نستأنف وإياكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة من هذا البرنامج استعراض الآيات الواردة عن الحج في القرآن، شاكرين ومقدرين لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء هذا البيان. هذا يزيد الهريش، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.